مئة متر الأخيرة هنا غادرت شواهين، انطلقت شواهين. سلام الرئاسي، سلام، سلام محمود الوهيبي، سلام، سلام البرفيسور، سلام بو محمد، سلام رع الذيبة. أسعد الله مساك على هذا الفوز والانتصار والإبداع. معلن هذا الرقص، معلن هذا الحضور الممتاز. مشكور، مشكور يا أبو محمد، أسعدت مسان محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. أشكرك البروفيسور على هذا الفوز والتقدم الممتاز. من قدم لنا شواهين مع المركز الأول والثاني، تهانينا والناموس من الأعماق لهجن الرياسة وإلى محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز والانتصار مع المركز الأول والثاني. المركز الثالث مشكور لهجن الرياسة. التهني لعيسى بن أحمد بن مايد الخيل. مشكورة وعاد البارع عيسى بن احمد بن مايد الخيلي، الناموس الرياسي، الناموس للرياسة. لكن لمن من المضمرين؟ البروفيسور ام البارع؟ ولكن البروفيسور يحقق النقطة الثانية في هذه الفترة المسائية. سلام يا الرياسة، سلام، سلام يا البروفيسور على هذا الاداء الجميل. سلامي للشواهين وسلامي لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا والناموس لحظات الوصول الى خط النهاية. المركز الثاني مشكورة من هجن الرياسة عيسى بن احمد بن مايد الخيالي، وصل على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت هنالك اليازي من هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي. المركز يحاول على ثاني المراكز في هذه اللحظات لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، محفوظ بخميس علي نبي. هنا الزعيم، الزعيم، ولكن خلاص خلاص خلاص. هجن الرياسة، هنا هجن الرياسة، النقطة الثالثة على التوالي. مشكور يا ابو محمد، ابشروا يا عشاق الرياسة في هذا الموسم، في هذا الموسم موسم جميل، موسم مميز. هنا ايضا في هذا الموسم موسم كؤوس وذهب. هنا تهانينا، تهانينا لهجن الرياسة، وتهانينا أيضا لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. الهاتريك هنا أيضا، جود ايفنينج، جود ايفنينج الوثبة في هذا المساء الجميل. تهانينا والناموس. المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد هي. المركز الثالث شاهين لهجن الرياسة. وصل شاهين آخر، وصلت الإمدادات هنا في هذه اللحظات من شعارات هجن الرياسة. لينطلق شاهين وينطلق مشكور، ولكن خلاص، ولكن باي 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 باي. انطلق شاهين، انطلق شاهين، انطلاقة الفوز، انطلاقة الناموس هنا مع شعار هجن الرياسة. والنقطة الرابعة على التوالي، السوبر هاتريك لشعار البروفيسور مع هجن الرياسة. تهانينا والناموس. المركز الثاني ايضا شاهين هنا بشعار هجن الرياسة، وهنالك محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. ثالثا وصل مشكور بشعار هجن الرياسة عيسى بن احمد بن مطر بن مايد الخيالي. عصاف الابطان، العصاف الابطان ما زال حتى هذه اللحظات شواهين لهجن الرياسة. ويتقدم البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوحيبي مسجلا النقطة الخامسة. الله يا الهاتريك ويا السبر هاتريك وما بعد السبر هاتريك. يتسجل الشوط الخامس هناك مع هجن الرياسة ومع محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. والعصا ما زال في الابطان. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنية الى محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني يمزح لهجن الرياسة بقيادة راشد بن مخيط بن مقارح. المركز الثالث هناك مشكور لهجن الرياسة عيسى بن احمد بن مايد الخيلي.
500 متر الأخيرة والخطيرة. شواهين براقة براقة وشواهين، هجن زعبيل وهجن الرياسة البروفيسور وبن مراشد. يا سلام براقة شواهين شواهين براقة، يا سلام اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة، براقة وشواهين شواهين وبراقة، ولكن براقة براقة شواهين. يا سلام هجن زعبيل هجن الرياسة، ولكن بن مراشد يثبت حضوره في عاصمة الميادين. تهانينا والناموس لهجن زعبيل على فوز براقة، تهاني والناموس المضم الراشد بن محمد بن سعيد بن مراشد. المركز الثاني شواهين من هجن الرياسة محمود بن محمد الوهيبي. المركز الثالث وصلت مزاح من هجن الرياسة راشد بن مقارح المري. الأسامي وهنا شاهين وشاهين يتقدم مشاهدينا في هذا التقدم الجميل بالتقدم الممتاز من هج الرياسة. قلنا لكم هذه الأسامي التي مشاهدينا سوف نتابعها معكم إن شاء الله في الختاميات القريبة، وسنتشوق نتشوق مشاهدينا والمرة السادسة بهذا الشعار الجميل شعار هج الرياسة مع البروفيسور مع أبو محمد محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. سلمت يداكم مشاهدينا من خلال الاشتراك القوي المركز الاول والمركز الثاني شاهين وشاهين، والمركز الثالث وصل ليكمل المثلث. المركز الثالث ايضا شاهين. هنيالك هنيالكم لهجن الرياسة جماهير هجن الرياسة، وشكرا ابو محمد محمود محمد بن سالم الوهيبي. هنالك الخبير عوض بن مبارك المهيري. اذا انطلق نشوان وانطلق شاهين ونشوان وشاهين مع اللحظات الأخيرة مع لحظات الفوز. الناموس للرياسة، الناموس 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 لجماهير الرياسة. نشوان وشاهين وشاهين ونشوان، ولكن شاهين انطلق شعار هجن الرياسة مع في هذه اللحظات مع شعار هجن الرياسة. وهنالك محمود بن محمد بن سالم الوهيبي بينما ثاني مراكز نشوان هنا بشعار هجن الرياسة، ايضا عوض بن مبارك المهيري، وثالثا شاهين ينطلق هنا بشعار هجن الرياسة، وكان هنالك محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. اللحظات المثيرة مع اللحظات الكبيرة في هذا المسار الجميل هي شواهين، والثلاثمائة متر الأخيرة المتبقية من نهاية هذا الشوط تحققها شواهين المملوكة لهجن الرياسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا على هذا الفوز والانتصار الجميل لهجن الرياسة والنقطة السابعة في مسائي هذا اليوم. تهانينا أو النقطة الثامنة في مسائي هذا اليوم. تهانينا والناموس لهجن الرياسة الثانية إلى محمود بن محمد سالم الوهيبي. المركز الثاني وصلت مزاح لهجن الرياسة راشد بن خيط بن مقارح. المركز الثالث هناك شاهنية لهجن الرياسة. جميلة التي تقدم للجماهير كل جديد من هجن الرياسة، ولكن هناك زعبيل في الصدارة بتضيف النقطة الثانية من خلال هذه الأمسية الجميلة التي حملت كل جديد وكل جديد مع هجن زعبيل. وتهانينا نزفها لهذه أيضا مشاهد الأعزاء البكرة الجميلة مقصصة، وشكرا أيضا لهجن زعبيل. وهذه هجن زعبيل تقدم لكم كل جديد، تهانينا بهذا الأداء الجميل، وسلام لدانة الدنيا دبي، وشكرا هذا الشاب راشد بن محمد بن سعيد بن روشد مما قدم من هذه أيضا الأداء الجميل. المركز الثاني شواهين من هجن الرياسة، المركز الثالث مشكورة من هجن الرياسة.
بدون أوامر. ومشكور واصل، وصل مشكور، انطلق مشكور على ثاني المراكز أيضا بشعار هج الرياسة، ولكن البروفيسور انطلق بانطلاقة الفوز، انطلق بانطلاقة الناموس، والعصا في الأبطان ما حركوه، ما حركوه يا جابر، ما حركوه على مقدمة الشوط. تهانينا والناموس وألف مبروك هذا الفوز وهذا الانتصار وهذا المستوى الكبير. بينما ثاني المراكز هنالك مشكور أيضا من قدم المستوى الكبير بشعار هج الرياسة، وكان مع عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخياري. وثالثا وصل الفيل على المركز الثالث هنا بشعار هج الرياسة. مع سراج مع بوليمايل، يا سلام سراج مع المركز الثاني لهجن الرياسة. علي بن ميل الوهيبي الظافر من يتابع الانطلاق، ولكن شاهين مع المركز الثاني غادر. شاهين بالفعل انطلق لناموس هذا الشوط للفوز والانتصار. سراج، سراج وشاهين، شاهين وسراج، سراج وشاهين، شاهين شاهين شاهين. مشاهدين الكرام بدأ يسيطر، بدأ يعلن الوجود والحضور، ولكن سراج لا يسلم لا يرضى إلا بالفوز. ولكن شاهين، شاهين بالفعل سيطر، أعلن فوز ناموس انتصاره. أهدى البروفيسور، أهدى الشهم للمرة العاشرة في هذا المساء. تهانينا والناموس لهجن الرياسة. والتين محمود بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثاني، سراج لهجن الرياسة الثانية، علي بن ميل الوهيبي ثالث مراكز مشكور لهجن الرياسة، رابع المراكز. طير نحو الفوز ونحو الانتصار مع المركز الأول مع الصدارة. مشكورة على المركز الثاني من هجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. بدأ التحدي وبدأت الإثارة، بدأت الانطلاق الجميل، ولكن شواهين ما زالت على المقدمة، ما زالت على الصدارة. بدأت مشكورة، مشكورة شواهين، واللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة ما بين مشكورة وما بين شواهين. شواهين مشكورة، مشكورة 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 هناك باللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنية إلى عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي من رافق مشكورة نحو الفوز والانتصار. المركز الثاني شواهين من هجن الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي.